بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سنتحدث اليوم على طريقتان أو برنامجان خاصان بعمل شبكة واي فاي من الكمبيوتر إلى أي كمبيوتر آخر أو أي جهاز لوحي، آيفون أو طبعا آيباد أو أي شيء. طبعا تريد بث الإنترنت إليه داخل المنزل من خلال الكمبيوتر. كل ما عليك طبعا هو الدخول إلى هذا الموقع لنحمل هذا البرنامج. طبعا هذه هي معلومات على البرنامج لمن أراد أن يتطلع أكثر عن الأمر. كل ما عليك هو الوقوف هنا على My Public ثم تضغط على Download وسيتم مباشرة تحميل البرنامج لديك. سنمر سويا إلى تثبيته، تقوم بالنقر عليه نقر مزدوج ثم تضغط على اللغة، تضع English مبدئيا ثم Next ثم Next ثم تؤشر على هذا الخيار ثم النكست ثم انستول ثم ها هي ظهرت طبعا إشارة او علامة اختصار البرنامج. ثم يطلب منك هنا الانتظار، يقول لك انه يحتاج الى عملية ريستارت او اعادة تشغيل الكمبيوتر لكي يشتغل طبعا بشكل صحيح هذا البرنامج. انت طبعا تعطيه فينش وتنتظر الى ان يقوم بعملية اعادة تشغيل. انا طبعا سأعطيه لا، ما طبعا سنشرع في شرح هذا البرنامج. تضغط عليه نقر مزدوج بفتحه. الآن طبعا إدارة كتابة اسم الشبكة، طبعا تضعها بأي اسم تريده، تريد كتابته هنا وهنا الرمز السري أيضا تريد كتابته، لكن بشرط إدارة تغييرها أن يتكون من 8 أرقم أو 8 أحرف. هنا طبعا تدع هذا الخيار كما هو، وهنا تختار النوع الكرت الشبكة. الآن أنا وايرلس، وطبعا تدع الخيارات كما هي. ثم إن أردت طبعا عمل شبكة أو بداية في شروع الشبكة تقوم بالنقر هنا وتنتظر 4-5 دقائق وتذهب إلى أي جهاز آخر وتقوم بإدخال الباس في هذه الشبكة التي تظهر لديك. الآن طبعا نذهب إلى الخيار الثالث هنا ماجنيتم، تؤشر على الانجليش وتختار العربيك اللغة طبعا لتحويل اللغة العربية. الآن طبعا إذا أردت عدم مشاركة الملفات مثل الصور والبرامج وما إلى ذلك بين الشبكة بين الكمبيوتر وأي أجهزة أخرى تقوم بالنقر هنا، وإذا أردت المشاركة تنزع هذا الخيار أو إمكانية المشاركة. هنا طبعا أهم شيء وهذا أفضل شيء في هذا البرنامج وهو تمكين مراقبة الروابط، أي في حال دخول أي شخص من كمبيوتر آخر أو من آيفون على أي موقع يتصفحه الآن أو قد دخل إليه، فمجرد ضغطك هنا مثلا على هذه الخانة إظهار الروابط هنا تنبثق لك هذه النافذة، وينبثق طبعا خلالها ملف نصي مثل هذا. تكسر طبعا بهذا الشكل سيظهر لديك وتقوم بفتحها وتجد جميع الروابط التي قام بزيارة هذا الشخص. يمكنك أن طبعا نسخها، رابط وضعها في المتصفح ورؤية هذه المواقع ما هي. إذا كان طبعا لديك إخوة صغار وتريد الاطلاع على ماذا يطلع عليه أو ما شابه. هنا طبعا الخيار الأخير، إذا أردت بدء هذا البرنامج تلقائيا مع بداية تشغيل الويندوز تقوم بالنقر عليه هكذا، أما إن أردت عدم تشغيله تلقائيا تنزع هذا الخيار. هنا أيضا المتصلون، سيظهر لديك كم جهاز متصل بالشبكة وعناوين الاي بي الخاصة بها وأيضا عناوين الماك ادرس. طبعا سنجرب الآن عمل الشبكة هكذا. تنقر، يقول لك هنا الرجال انتظار، تنتظر طبعا كما قلنا مجرد 4-5 دقائق ثم تذهب الى اي جهاز اخر وستجد هذا الاسم الشبكة موجود لديك وتدخل هذا الرمز من 1 إلى 8. لم تكن طبعا تغيير هذا الاسم وهذا الرمز التي يأتي تلقائيا مع هذا البرنامج. واذا اردت اغلاقه تغلقه من هكذا ثم تذهب ايضا الى جنب الساعة وتأكد من عدم وجوده. هذا طبعا البرنامج الأول. البرنامج الثاني، تدخل هذا الموقع وتضغط هنا على الداونلود التي باللون الأزرق ثم ينقلك إلى صفحة طبعا أخرى. تضغط هنا على اكسترا
external more more، تضغط ايضا هنا ثم تنتظر بعض الشيء وسينبثق لك نافذة التحميل الخاصة بالمتصفح، او اذا كنت محمل عن طريق برنامج اخر هو طبعا برنامج داونلود مانجر الذي ايضا ساضع رابط تحميل رابط الحلقة التي وضعت فيها طبعا تحميل هذا البرنامج بالتفعيل كامل اسفل هذه الصفحة. كما قلت لك مجرد انك تنتظر بعض الشيء وسيتم ها هو نافذة التحميل، طبعا انت تعطيه داونلود انا ساعطيك كانسل. هذه هي طبعا واجهة هذا البرنامج. طبعا في حال انك واجهت مشكلة مع البرنامج الاول مثل تقطع او ما الى شابه في الاشارة فانك ستستخدم هذا البرنامج الذي انا شخصيا استخدمه، وهو برنامج ايضا يقوم بصيانة الحاسب الالي، يقوم بعمل انتي فيروس وصيانة، وايضا امكانية بث الواي فاي. كل ما عليك هو نقر مزدوج على هذا البرنامج لتثبيته على الجهاز، تتأكد من وجود هذه العلامة هنا ثم تضغط على الانستال، تنتظر الى ان يكتمل هذا طبعا المسار بهذه الكيفية. قد طبعا شارف على الانتهاء، قد انتهى الان. طبعا هذه هي واجهة البرنامج، هذه طبعا خصائص لن نتطرق اليها الان، ولكن هي خاصة بالفحص من الفيروسات وتسريع الكمبيوتر وحذف الملفات المؤقتة وما الى ذلك. نحن كل ما يهمنا هذه الخانة، تقوم بالنقر عليها نقر مزدوج وتنتظر طبعا بعض الشيء الى ان تنبثق لك الاداة المطلوبة، وهي اداة طبعا الخاصة بالهوت سبوت او بالواي فاي. طبعا اذا لاحظت هنا فستلاحظ ان هذا الخط يتقدم حتى يكتمل، قد تتأخر هذه العملية نوعا ما، ولكن كل ما عليك هو الانتظار الى ان تنبثق لك نافذة الأداة المطلوبة. طبعا أنا سأوقف التصوير الآن وأعود إليكم بعد ظهور الأداة. طبعا قد شرف على الانتهاء، سنرى الآن واجهة هذه الأداة وكيفية التعامل معها. ها هي الآن، كل ما عليك هو الانتظار. هذا البرنامج طبعا أقوى من البرنامج الأول في عملية بث الواي فاي، ولكن للأمانة المهنية قمت طبعا نريكم هذا البرنامجين، لأن البرنامج الأول يتميز عن هذا البرنامج الثاني في عملية مراقبة المواقع أو الروابط. عموما سنبقى مع هذا البرنامج الثاني الآن، بايدا، تنتظر طبعا إلى أن تكتمل. ها هي طبعا عذرا، لأن هذه الجيمز لقد فتحت بالخطأ. كل ما عليك هو ان تنتظر هذه الواجهة الى ان تكتمل، ستتأخر بعض الشيء. طبعا هذه هي واجهة البرنامج، لا يختلف شيء عن الاول. ان اردت طبعا تغيير الاسم او كلمة السر، مجرد ان تنقر هنا على هذا القلم تغير هنا الاسم، وهنا تضع باسورد بشرط ان يتكون من 8 احرف، ويعني تقوم ب طبعا عمل بث هكذا لل طبعا الان تنتظر طبعا حوالي 4 دقائق او 5 دقائق، وتذهب الى طبعا اي كمبيوتر او اي جهاز ذكي، وستلاحظ وجود الشبكة بهذا الاسم، وتقوم بادخال هذا الرمز السري اذا لم تقم بتغيير طبعا هذه البيانات، وستجد ان الاشارة موجودة، يمكنك ايضا الولوج الى الانترنت وما الى ذلك. طبعا هذه ايقونة البايدا هوت سبوت، هذه هي ايقونته، وخلاص يعني ارجو الاشتراك في هكذا. يقول لك هل تريد فعلا ايقاف الهوت سبوت؟ تقول له نعم. عموما ارجو الاشتراك في القناة وليصلك كل جديد وجديد، وايضا صفحتنا محترفو الانترنت ستجد رابطها اسفل في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.